بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع. إلى هذه الفقرة من على موقع لو 360 انسوليت فو افوكا اغابا il gagne plusieurs procès y compris contre des services de l'état. فو افوكا اغابا il gagne plusieurs procès y compris contre des services de l'état. اذا انسوليت شيء شاذ، شيء غير معتاد، شيء لم نعرف له سابقا. انسوليت فو افوكا محامي مزيف، فو افوكا اغابا بالرباط. اذا نتكلم عن محامي مزيف بالرباط. il gagne plusieurs procès انه يربح plusieurs procès الكثير من الدعاوى القضائيه اي كومبري بما فيها. طبعا نتكلم هنا عن لو بارتيسيباسي الخاص بفعل كومبروندر. هنا عندنا لو فيرب كومبروندر اي كومبري بما فيها، طبعا كما نقول هنا متضمن فيها، متضمن فيها. لو فيرب كومبروندر ممكن انه يعني تضمن، وممكن انه يعني فهم، انك تتضمن الفكره، المقصود انك تفهمها. اي كومبري كونتر دي سيرفيس دو ليتا بما فيها ضد مصالح الدوله. اذا نتكلم هنا عن محامي مزيف انه يربح عده قضايا في المحاكم بما فيها قضايا ضد الدوله، أنه يربع عدة دعاوي في المحاكم بما فيها دعاوي أقيمت تمت ضد مصالح الدولة. انسوليت فو افوكا اغابا il gagne plusieurs procès y compris contre des services de l'État. Revue de presse. Dans une affaire insolite, une personne qui se faisait passer pour un avocat vient d'être arrêtée. Elle avait gagné des procès dont certains contre des services de l'État. Cet article est une revue de presse du quotidien As-Sabah. Revue de presse. Dans une affaire insolite, une personne qui se faisait passer pour un avocat vient d'être arrêtée. Elle avait gagné des procès dont certains contre des services de l'État. Cet article est une revue de presse du quotidien As-Sabah. Et dans revue de presse, et dans le terme revue, taban revue ممكن ان تاتي من le verbe revoir فعل نظر مرة ثانية. إذا ممكن نتكلم عن إعادة النظر غوفي، أو كما عندنا في حالات كثيرة نتكلم عن غوفي إن غوفي، إذا نتكلم عن مجلة. ولكن كما عندنا هنا طبعا نتكلم عن خلاصة، نتكلم عن خلاصة صحفية إن صح التعبير. إذا غوفي دو بريس دونز أون أفير أنسوليت، إذا في قضية شاذة. أون بيرسون كي سو فازي باسي بور أن أفوكا، إذا شخص كي سو فازي باسي الذي يجعل نفسه يمر بو ان افوكا ك من اجل محامي، هي تقال هكذا، ولكن المقصود بها نتكلم عن شخص الذي ينتحل صفه محامي فيان داتر اغيطي، انه تم توقيفه مؤخرا، انه تم توقيفه مؤخرا. كما عندنا هنا فيان داتر، عندنا لو فيرب اتر، ثم عندنا قبله لو فيرب فينير الذي ياتي كمساعد، الذي ياتي كمساعد لتصريف لو فيرب اتر. طبعا الفعل الذي ياتي بعده هو من حيث المعنى انه هو المصرف، لكنه من حيث الشكل هو غير مصرف، يبقى الانفينيتيف. دونز اون افير انسوليت اون بيرسون كي سو فازي باسي بور ان افوكا فيان داتر اريتي، اذا شخص ينتحل صفه محامي انه تم توقيفه مؤخرا. ايل افي غاني دي بروسي، اذا هو رابح دعاوي دون سيغتان كونتر دي سيرفيس دو ليتا. دون سيغتان كما نقول بما فيها بعض، دون سيغتان بما فيها بعض، المقصود بما فيها بعضها كونتر دي سيرفيس دو ليتا، كونتر دي سيرفيس دو ليتا ضد مصالح الدولة، ضد مجموعة من مصالح الدولة. سات ارتيكل ايت اون غوفي دو بريس دي كوتيديا الصباح، إذا هذا المقال هو خلاصة صحفية ليومية الصباح. يومية الصباح أكيد أنها أدرجت هذا المقال بتفاصيله. هنا عندنا خلاصة لهذا المقال. C'est une affaire totalement rocambolesque. C'est une affaire totalement rocambolesque qui vient d'éclater à Rabat. إذا نتكلم عن إنها قضية totalement rocambolesque. إذا بشكل تام rocambolesque. كما نقول أنها خيالية، أنها وهمية، أنها تصورية، أنها لا تحصل في الواقع، لكنها حصلت، وكأنها شيء من الخيال. كي فيا ديكلاتي أغابا والتي اندلعت بالرباط. اون بيرسون فيان داتر انتربولي
parce qu'elle se faisait passer pour un avocat, le plus intriguant, c'est qu'elle a même réussi à gagner plusieurs affaires où elle représentait des clients, dont certains contre des services de l'État. Une personne vient d'être interpellée, et d'un شخص تم توقيفه مؤخرا. طبعا نتكلم عن لو فيرب انتربولي، انك توقف اشخاص، انك تبحث في اشخاص. Une personne vient d'être interpellée. Et d'un شخص تم توقيفه parce qu'il se faisait passer pour un avocat. لانه انتحل صفه محامي. Le plus intriguant. الاكثر اثاره. طبعا نتكلم هنا عن intriguant qui recourt à l'intrigue pour arriver à ses fins. الذي يلجا للمؤامره من اجل الوصول الى غايته. إذا نتكلم عن لانتريغون كي غوكور الانتريغ بور أريفي أ سي فان، الذي يلجأ إلى المؤامرة لكي يحقق هدفه. إذا هنا عندنا لو بليس انتريغون، الأكثر إثارة. سي كيلا ميم غيوسي، هو أنه أكثر من هذا نجح أغاني بليزيوغ زافيغ، أن يربح مجموعة من القضايا. ويل غوبريزونتي دي كليون، حيث كان يمثل زبناء. إذا الزبناء الذين كانوا يأتون عند هذا المحامي المزيف كان يمثلهم ثم يربح دعاويهم. دون سيغتان كونتخ دي سيرفيس دو ليطا، بما فيها البعض كونتخ دي سيرفيس دو ليطا ضد مصالح الدولة. إذا سي اون افير توتالمون روكامبوليس كي فيان ديكلاتي أغابا. اون بيرسون فيان ديتخ انتربولي باسكيل سو فازي باسي بوغ ان افوكا. لو بليز انتريغون سي كيلا ميم ريوسي أغاني بليزيوغ زافيغ وي روبريزونتي دي كليون dans certains contre des services de l'État. C'est à Saber qui rapporte les détails de cette affaire insolite dans son édition du mercredi 1er mars, expliquant que les faits se sont déroulés à la circonscription judiciaire de la capitale. L'individu y avait pris ses habitudes en usurpant l'identité d'un avocat et représentait des clients dans des affaires qu'il gagnait parfois devant le tribunal administratif de Rabat. Et donc c'est à Saber qui rapporte les détails de cette affaire insolite. إن الصباح التي أوردت لي ديتاي التفاصيل دو سيت افير انسوليت لهذه القضية الشادة الفريدة من نوعها دون سون إيديسيون دو ميركخودي 1 مارس. الصباح أوردت هذه التفاصيل دون سون إيديسيون دو ميركخودي 1 مارس في عددها ليوم الأربعاء 1 مارس. إكسبليكون كو لي في سو سون ديغولي على لا سيركونسكريبسيون جوديسيار دو لا كابيتال. إكسبليكون شارحة، إكسبليكون شارحة. طبعا هنا عندنا لو فيرب إكسبليكي، ومن مثلا ليكسبليكاسيون الشرح. إكسبليكون شارحة كو لي في سو سون ديغولي، بأن الأحداث أنها تمت أنها جرت. إكسبليكون كو لي في سو سون ديغولي على لا سيركونسكريبسيون جوديسيار دو لا كابيتال. إذا شارحة بأن الأحداث أنها تمت أنها جرت على لا سيركونسكريبسيون في دائرة. في الدائرة جوديسيار دو لا كابيتال، في الدائرة القضائية للعاصمة. لانديفيدو يافي بخي سي زابيتود اون يوزيربون ليدونتيتي دان افوكا. إذا لانديفيدو يافي بخي، إذا الشخص يافي بخي أنه كان يأخذ فيها، أنه كان يأخذ فيها. طبعا هنا عندنا لو في بخوندر كونجيكي أو بليسكو بارفي، إذا هو مصرف في حد الزمان البليسكو بارفي. L'individu y avait pris ses habitudes. Et dans هذا الشخص كان يأخذ فيها عاداته. المقصود أنه كان يأخذ فيها أعماله. كان يأخذ أعماله في هذه الدائرة. En usurpant. طبعا لو فيرب usurper أنك تغتصب عرشا أو تغتصب سلطة. إذا هنا en usurpant كما نقول مغتصبا l'identité d'un avocat هوية محامي. إذا هو يغتصب سلطة محامي. Il représentait des clients dans des affaires qu'il gagnait parfois devant le tribunal administratif de Rabat. إذن هو كان يمثل. Il représentait. عندنا لو فيرب représenter أنك تمثل. Il représentait des clients كان يمثل زبناء dans des affaires qu'il gagnait parfois. إذن كان يمثلهم في قضايا qu'il gagnait parfois التي كان يربحها أحيانا. التي كان يربحها أحيانا دوفون لو تريبونال أدمينستراتيف دو رابط أمام المحكمة الإدارية بالرباط. إذا شيء عجيب. سون ديرني غوكو أ إيتي لوبتونسيون دان جيجمون فافورابل أو بروفي دان كليون كافيستي أون جيستيس كونتخ لونيسيف.
l'office ayant été condamné à verser plus de 1,5 million de dirhams aux plaignants. D'après Assabah, même la Direction générale de la Sûreté nationale fait partie des services de l'État contre qui il a réussi à obtenir des jugements au profit de ses clients. Et dans son dernier cours, كمل نقول ضربته الضخمة الأخيرة المقصود هنا آخر نجاحاته الكبيرة أيطي لوبتونسيون هو الحصول دان جيجمون فافورابل على حكم ملائم أو بروفي دان كليون لمصلحة زبون كي افي استي اون جيستيس كونتخ لون اسيف الذي استي طبعا كلمة استي ممكن أن تقرأ في حالة أخرى استير نتكلم عن التركيبة الكيماوية لمادة تسمى ليستير لكن هنا نتكلم عن لو فيرب استي المقصود بها هنا سوتونير اون اكسيون اون جيستيس يعني انك تدعم قضية في العدالة اذا هنا كي افي استي اون جيستيس كونتر لون اسيف والذي طبعا رفع دعوى ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية ضد لون اسيف طبعا نتكلم هنا عن لوفيس ناسيونال du chemin de fer. Et dans notre cas, le maktab al-watani, le sikak al-hadidiya. Et dans son dernier coup, a été l'obtention d'un jugement. Et dans l'akhir najahati, kanawa al-hussol ala d'un jugement favorable. Et dans l'hussol ala hukmin munasib au profit d'un client qui avait été en justice contre l'UNICEF. Et dans l'akhir najahati al-kabira, ou al-hussol ala hukm munasib li maslahati zabouni min zubanaihi waladhi rafa'a da'wa ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية. لوفيس أيو إيتي كوندوني أفيرسي بلوس دو 1,5 مليون دو ديغام. إذن لوفيس أيو إيتي كوندوني المكتب كونه كان محكوم كوندوني طبعا كوندوني مقصود بأنك تحكم على شخص مثلا لوفيس أيو إيتي كوندوني المكتب كونه كان محكوم أفيرسي بلوس فيرسي طبعا أنك تسكب فيرسي دولو أنك تسكب ماء verser des larmes أنك تسكب دموعا المقصود أنك تبكي هنا verser المقصود به تدفع المقصود به هنا أنك تدفع نقودا إذا كان محكوم على هذا المكتب a verser plus de 1,5 million de dirhams ليدفع أكثر من 1,5 مليون من الدراهم au plaignant للمشتكي طبعا نتكلم هنا أحيانا عن le verbe plaindre نتكلم أحيانا عن le verbe plaindre فعل اشتكى. دابخي الصباح حسب الصباح دابخي الصباح حسب الصباح ميم لا ديريكسيون جينيرال دو لا سيغتي ناسيونال حتى الإدارة العامة للأمن الوطني في بارتي دي سيرفيس دو ليطا التي تنتمي لمصالح الدولة كونتر كي والتي ضدها إلى غيوسي أوبتونيغ دي جيجمون أو بروفي دو سي كليون والتي ضدها هو حصل أيضا على أحكام أو بروفي دو سي كليون لمصلحة زبنائه. الصباح نوز أبخون كو لافير أ إكلاتي لوسك دو زونسيا بوليسي سو سون روندي أو بيرو دي باتوني بور سو بلاندر دان أفوكا كي طارد ألور فيرسي لوردي. أور أن كونسيلتون لو روجيستر دي أفوكا إنسكري أو بيرو لو باتوني سي رابيدمون روندي كونت كو لونو كي لوي أ إيتي بريزونتي n'existait pas. Il a alors décidé d'informer le parquet et l'information a été diffusée au niveau des différents tribunaux, a été diffusée au niveau des différents tribunaux en précisant qu'un homme se faisait passer pour un avocat lors des audiences. Assabah nous apprend et dans Assabah tu'limuna que l'affaire a éclaté et en al-qadiyya indala'at lorsque des anciens policiers indama shurtiya amnin se sont rendus au bureau du bâtonnier se sont rendus au bureau du bâtonnier أنهم ذهب عند رئيس المحامين pour se plaindre d'un avocat qui tarde à leur verser leur dû qui tarde à leur verser leur dû qui tarde à leur verser leur dû الذي يتأخر في دفع مستحقاتهم إذا الصباح هنا تخبرنا بأن القضية a éclaté أن اندلعت lorsque deux anciens policiers عندما رجل أمن سوسوندي أو بيرو دي باتوني عندما ذهب إلى مكتب رئيس المحامين pour se plaindre d'un avocat من أجل الشكوى من محامي
كي طارد الو فيرسي لوردي، الذي يتاخر. طبعا نتكلم هنا لو فيرب طاردي فعل تاخر، كي طارد الو فيرسي لوردي، الذي يتاخر في دفع مستحقاتهم. اور اون كونسلتون، على عكس ذلك كما نقول اور على عكس المتوقع. اون كونسلتون لو ريجستر دي افوكا، اذا بتصفح قائمه المحامين انسكري او بيرو، المسجلين في المكتب لو باتونيسي رابيدمون روندي كونت. اذا هذا الرئيس انه بسرعه روندي كونت، انه اخذ بعين الاعتبار، المقصود انه انتبه او اكتشف كولونو كي لوي ا اي بريزونتي نيكزيستي با، بان الاسم الذي قدم له كي لوي ا اي بريزونتي، الذي قدم له نيكزيستي با، انه لا يوجد. الى الوغ ديسيدي دانفورمي لو باركي، الى الوغ ديسيدي دانفورمي، اذا هو حين قرر اخبار لو باركي، كما نقول وكيل الملك، كما نقول وكيل الملك او القانون. الى فورماسيون ا اي ديفيزي، ثم ان هذا الخبر تم نشره. الى فورماسيون ا اي ديفيزي، ثم ان الخبر تم نشره، نشر كما نقول هنا، ان الخبر نشر ا اي ديفيزي. طبعا لو فيرب ديفيزي انك تبت، ديفيزي دي بروغرام انك تبت برامج. الى فورماسيون ا اي ديفيزي، ثم ان الخبر نشر او نيفو دي ديفيرون تريبينو، على مستوى مختلف المحاكم. اون بريسيزون، موضحين كما نقول موضحا مع توضيح، كان نوم سو فوزي باسي بور ان افوكا، بان رجلا ينتحل صفه محامين لور دي زوديونس، اثناء الجلسات، اثناء الجلسات. اذا طبعا الخبر لا زال مستمرا، اذا حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.